بعمل الواجب او كده وبذاكر وبعد يعني بذاكر وبخلص حاجتي. يعني كنت عامله ان انا ان شاء الله يعني عايزه احقق حاجه كويسه واوصل لحاجه انا يعني كان نفسي ان انا اوصل زي ما انا الحمد لله ربنا حقق لي اللي انا كنت عايزاه الحمد لله. وبس الحمد لله مش قوي يعني ما كنتش متوقعه قوي بس يعني انا كنت بذلت الحمد لله كل اللي انا اقدر اعمله ان شاء الله. كنت 7 في المواد كلها يعني بس يعني كنت الدروس يعني ساعدتني كتير يعني كان كل مستر بيجي اما مثلا بيقف معايا حاجه او كده كان هو اللي بيوجهني الحمد لله كده. الجيولوجيا صراحة انا لاني ما كنتش كان في حاجات كتيره بضطر احفظها من غير ما انا افهمها فده كان بالنسبه لي حاجه وحشه خالص لاني كنت لازم افهم الحاجه الاول بعدين احفظها عشان اعرف احفظها.